السلام عليكم الطلبة، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نشوفوا فيه لا موديل ديال لا بيولوجي سيلولير، اللي هو من بين الموديلات الصراحة اللي كيكونوا يعني فيهم الخدمة بزاف في الاس 1. دونك كما كتشوفوا الناس اللي كيقراو لي اس في تي ولا لي اف اس تي ولا البي اس تي جي ولا كذلك ميب، يعني العام الاول ديال الاس 1. دونك هذا الموديل اللي هو الموديل ديال التخصص، مثلا اللي كيدير بيولوجي راه هو التخصص ديالو. دونك هذا الموديل اللي خاصك ضروري تفاليدي لان غتحتاجو في لي كونكور من بعد. انا نقول لكم علاش، من يعني من بعد باش غتطلعوا الاس 3 والاس 4 غتعرفوا الحقيقه ديال هذا الموديل هو الهيستولوجي. دونك من الاحسن انكم تفاليديو ما تكومبونسيش. كومبونساسيون الدراري هي انك كتجي فيه 7 وكتكومبونسي موديل كطلعي بموديل اخر، الاخر تكون جاي فيه 13. دونك حنا ماشي هذا هو السوجي ديالنا دابا. دابا غادي نديرو لا بيولوجي سيلولار، غندير لكم البارتي الاولى والبارتي الثانيه حتى نساليو الموديل بشويه بشويه. قررت غنديها من الاول حتى الاخر، واي كلمه يعني بالعربيه غادي نشرحها لكم اي كلمه بالفرنسي غنشرحها لكم بالعربيه، باش هكا غتكون عندكم واحد الكتيب ولا شي مذكره غتبقاو تقيدوا لي موسيون سيفيك. نتوما كتقراو نتوما كتقيدوا لي موسيون سيفيك. دونك هادشي راه غنعطيكم، انا كنعطيكم الاختصار المفيد، ما كنعطيكمش الكور كامل. دونك الاختصار المفيد شنو خاصكم تعرفوا. دونك اول حاجه شنو هي هاد لا بيولوجي سيلولار؟ هاد لا بيولوجي سيلولار اشنو هي؟ المهم سيلولار راه هي خليه، ولكن شنو هي هاد البيولوجي سيلولار؟ غنشوفوا التعريف ديالها باش نعرفوا اكثر. La biologie cellulaire, c'est une science qui étudie les organites, les cellules, les mécanismes qui permettent leur survie et les processus végétaux. Je vais vous dire هاد لا بيولوجي سيلولار هي واحد العلم، ياك سي سيون سيونس قيدو اي حاجه فهمتي قيدو سي سيون سيونس. هي واحد العلم اللي كيدرس لينا كي ايتيدي، اللي كيدرس الدراسه هي ايتيدي اللي كيدرس لينا لي زورغانيت. شنو هما لي زورغانيت؟ هما العضيات. العضيات بحالاش يعني اي حاجه قيدتوها فغتكتبوا قدامها شنو كتعني لي زورغانيت. العضيات بحالاش بحال الميتوكوندري الى اخره. دونك انا عطيتكم غير اكزامبل، العضيات هما لي زورغانيت. لي سيلول هما الخلايا، بحال الخلايا الحيوانيه، بحال الخلايا النباتيه، بحال الخلايا حقيقيه النواه اللي هي لي سيلول اوكاريوت، بحال لي غير حقيقيه النواه او بدائيه النواه اللي هي لي بروكاريوت، اي لي ميكانيزم كي بيرميتون لور سيرفي، او هذوك الاليات اللي هما لي ميكانيزم الاليات اللي كيمكنوا لنا الخلايا تابع الحياه ديالها بصفه عاديه، اولا لي بروسيسو فيجيتو اللي هما عمليات النباتات. دونك هذا كانتروديكسيون انكم باش تعرفوا شنو هي هاد لا بيولوجي سيلولار. هذه كانتروديكسيون كافيه انكم تعرفوا يعني كاع داكشي على بيولوجي سيلولار. غادي نحاولوا نشوفوا يعني اول حاجه غادي نشوفوا هو التعريف ديال الخليه، لان احنا دابا غنهضروا على الخليه، غنبقاو هادين نتعمقوا في الخليه شويه، غنبقاو غادي يعني الخليه انها واحد يعني واحد لونيتي هي اللي كبيره بحال هكا، ولكن من بعد غندخلوا النويو، من بعد غندخلوا هذيك النيكليول الى اخره. دونك حنا مازال دابا في الخليه، وهذاك الشيء علاش خاصنا نعرفوا ضروري التعريف ديالها. دونك غنبداو بالتعريف ديال الخليه. دونك كما غنشوفوا التعريف ديال الخليه اللي هي لا سيلول، يعني شنو هي هاد لا سيلول؟ هي خليه. خليه سيدي قال لك سيت اون يونيتي فونكسيونيل ستركتورال اي روبروديكتريس ايزولي دو سون لونفيرونمون با اون مومبران بلازميك. دونك شنو قال لك هنا التعريف ديالها بسيط؟ سيت اون يونيتي هي واحد الوحده ياك البنيويه، هي فونكسيونيل. لا عندنا سيت اون يونيتي فونكسيونيل اي ستركتورال، دونك هي واحد الوحده بنيويه والوظيفيه فونكسيونيل، هي الوظيفيه والوظيفيه ياك ديال واحد الكائن حي. دونك معزوله، معزوله عن بيئتها، يعني كتكون معزوله ايزولي، يعني بحال غنقولوا هنا بحال هنا نسينا غير هاد روبروديكتريس هي التناسليه، هي واحد الوحده البنيويه، البنيويه ستركتورال اي فونكسيونيل الوظيفيه والتناسليه ديال واحد الكائن حي معين. ايزولي، ايزولي كتكون معزوله، يعني ايزولي معزوله، معزوله عن بيئتها، يعني بيئتها هي سون في ان انفيرونمون، هي انفيرونمون كتكون معزوله عن بيئتها بواحد لا مومبران بلازميك. هذاك لو مومبران بلازميك هو واحد الغشاء سيتوبلازميك. دونك هذا هو التعريف ديالها، يعني ديفينيسيون تري فاسيل وفيها كاع المعلومات اللي متعلقه بلا سيلول. يعني هذا كريزومي كنعطيكم بحال هكا باش انهم اي حاجه ما عرفتوهاش بالعربي بالفرنسي راه غادي تلقاوه. يعني روبرودكتريس تناسليه ستركتورال بنيويه فونكسيونيل وظيفيه اونيتي وحده، صافي هادشي راه ساهل. انفيرونمون راه بيئه. نشوفوا شي حاجه اخرى. وبالنسبه لحق الخليه، الخليه بطبيعه الحال فراه هي واحد الوحده الاساسيه، يعني حتى هي هذه كتدخل في تعريف اللي بغات ديروها يعني ترجموها بالفرنسي، هي واحد الوحده الاساسيه للحياه في الانسان. ياك ان الانسان يعني فالانسان يعني عنده بزاف ديال الخلايا في الجسم ديالو، يعني بزاف الخلايا على عكس ديال البكتيريا. البكتيريا عندها خلايا وحده، الانسان عنده بزاف الخلايا في الجسم ديالو. دونك هذه كمعلومه وصافي. دونك غنشوفوا كذلك واحد ديفينيسيون لها، هي مهمه انها في البيولوجي سيلولار، هي لاسيتولوجي. هي لاسيتولوجي شنو هي؟
هاد لا سيتولوجي سيتون هي واحد ليتود دو لا ستركتور اي لا فيزيولوجي دو لا سيلول اون جينيرال. دونك هي ساهله، راه شي حاجه كتدرس لينا البنيه ديال الخليه بصفه عامه. هذه راه لا سيلول، هذه كنكتب لها بحال هكا راه سيلول. دونك هي واحد الدراسه ديال البنيه وفيزيولوجيه الخليه. شنو كنقصدوا بهذه الفيزيولوجيا؟ المهم حنا عرفنا انك درست لنا البنيه ديال الخليه، كدرس لنا البنيه ديال الخليه اون جينيرال، وهاد لا فيزيولوجي يعني كدرس لنا داكشي مناش كتكون لنا الخليه، داكشي مناش كتكون الخليه، كدرس لنا البنيه ديال الخليه ومناش كتكون لنا ديك الخليه، هذه هي لا فيزيولوجي ديالها. دونك شفنا لا سيتولوجي، غندوزو لحاجه اخرى باش هكا ما نطولش عليكم بزاف، حيت حنا كنعطيو هنا غير ملخص لهداك الشيء اللي غادي خاصكم تعرفوا، يعني اي حاجه حطيناها راه غادي تحتاجوها، وهذا الشيء يعني راه صالح انكم لاي يعني اي فاكولتي، يعني كنعطيو داك الشيء اون جينيرال، يعني ماشي كنخصصو في يعني في فاكولتي واحده ولا شي حاجه، فراه اون جينيرال هادشي يعني كلشي، يعني سواء كنتي ميديسين سواء كنتي انفستير هادشي يعني كيتعاود كما هو، غير على حساب ديفينيسيون كل واحد وكيفاش كيحطها. دونك راه نكملو. دونك دابا غندوزو للفقره المهمه. دابا حنا مازال في الخليه، يعني غنتعمقوا شويه في الخليه نعرفوا عليها كل شيء. عندنا لي كومبوزون فوندامونطو دو لا سيلول، هذه راه سيلول الدراري. دونك شنو هما لو كومبوزون؟ يعني كنقصدو هادو لو كومبوزون، هما المكونات الاساسيه. فوندامونطو هي الاساسيه، المكونات الاساسيه ديال الخليه. شنو هما المكونات ديال الاساسيه؟ طبيعه الحال نتوما ديجا قريتو عرفتو شنو هما، مناش كتكون الخليه، من لا دي ان، الماده الوراثيه الى اخره. دونك راه هو هذاك الشيء، غير هنا غادي نعطيه لكم بالفرنسي صافي، ما كاين حتى شي حاجه. دونك اول حاجه هي لا جينوم. لا جينوم شنو هو هذا الجينوم؟ هو سي لانسومبل دو ماتيريال جينيتيك، سي تادير دي مولكول د دي ان دان سيلول. شنو كنقصدوا بهذا لا جينوم؟ يعني هو مجموعه، لانسومبل يعني هو مجموعه، هو مجموعه ديالاش من المواد الوراثية، لونسومبل دو ماتيريال، المواد الوراثية جينيتيك، يعني هذيك المادة الوراثية، مجموعة من المواد الوراثية، أي جزيئات، يعني سيتادير أي جزيئات الحمض النووي، سيتادير دي مولكيول داد دي إن دان سيلول، أي جزيئات الحمض النووي من الخلية. دونك راه ساهلة هذه، الجينوم راه هي المادة الوراثية مناش كتكون. المكون الاساسي الثاني هو لو سيتوسول، او كيتسمى كذلك الهيالوبلازم. هاد الهيالوبلازم غتكونوا نتوما ديجا شفتوه، فانا نقدر نقول لكم ولا نقراو التعريف باش هكا يعني تفهموا اكثر. غونفورمون ياك لي بروتيين انزيماتيك، فهاد الهيالوبلازم اولا هو واحد العصاره الخلويه. هاد العصاره الخلويه كتحتوي لنا على البروتينات الانزيميه. عصاره خلويه كيكون يعني هذاك لا سيلول، يعني كيكون فيها بحال الماء، داك الماء هو كيكون فهمتي بحال هكا كتقيسي بحال هكا، يعني معنا نقولوا ما هو كتقيسي، ولكن زعما بحال كتلصق هذاك الماء، هذاك هو السيتوسول او الهيالوبلازم. دونك هو واحد العصاره الخلويه، هذه العصاره كتحتوي لنا على البروتينات الانزيميه. غنشوفوا المكون الاساسي الثالث ديال لا سيلول، هادو هما المكونات الاساسيه كاملين. لا مومبران بلازميك، لا مومبران بلازميك راه هو داك الغشاء اللي كيكون برا، كي ايزولي لا سيلول دو سون انفيرونمون، راه ساهل، هو اللي كيعزل لينا الخليه على البيئه ديالها اللي على برا. دونك راه ساهل هذا، يعني هو واحد الغشاء اللي كيعزل لينا الخليه عن بيئتها، يعني شي سي تري فاسيل هادشي. دونك غنشوفو اخر فقره اللي هي هذيك، كما كتشوفوا اخر فقره في هذه البارتي الاولى هي لا فونكسيون دو لا سيلول، شنو هو الادوار اللي كتقوم لنا بهم الخليه. غنشوفو هاد الادوار اللي كتقوم لنا بهم الخليه. من بين الادوار اللي كتقوم لنا بهم الخليه هما لا ريبروديكسيون سيلولير. لا ريبروديكسيون سيلولير هو لا ديفيزيون دو لا سيلول، لا ديفيزيون دو لا سيلول يعني كنقصدو بها هو انقسام ديال الخلايا، يعني التوالد ديال الخليه، هذا هو الدور الاول. الدور الثاني هو لا ميتابوليزم سيلولير، هذه راه سيلولير، يعني اوتيليزون دو لا ماتيير بروت بور كونفيرتور دو لينيرجي سيلولير ديال لا تي بي. دونك شنو كدير لنا الخليه؟ هو التمثيل الغذائي الخلوي، هو هاد لا ميتابوليزم سيلولير، يعني استخدام الماده الخام لتحويلها الى الطاقه، الى الطاقه يعني الخلويه اللي هي لا تي بي، يعني كتشد ديك الماده الخام ماتيير بروت وكتحولها لنا للطاقه الاي تي بي. دونك هادي الدور الثاني. الدور الثالث هو لا سينتيز دو بروتيين باغ لا ترانسكريبسيون دو لا دي ان اون ار ان بوي باغ لا تراديكسيون باغ لي ريبوزوم دو لا ار ان اون بروتيين.
دونك هاد لا سينتيز دو بروتيين بالعربيه هو تخليق البروتيين، يعني بحال كتخلقنا البروتيين. هاد الدور كيتم بمرحلتين، يعني يقدر يسولوكم على شنو هما مثلا المراحل ديال هاد لا سينتيز دو بروتيين. يعني هي اول حاجه النسخ ديال الحمض النووي الى الحمض النووي الريبوزي، والاخر ترجمه ديال الريبوزومات ديال الحمض النووي الريبوزي الى بروتيين، يعني كيتم بمرحلتين. دونك هادو هما لي فونكسيون ديال لو سيلول اون جينيرال. فما بغيتش يكون الفيديو طويل بزاف، وكما كتشوفوا ان يعني طولنا الفيديو بزاف غادي يكون شويه، يعني بنادم ما غاديش يشبع الفيديو، فمن الاحسن يكونوا فيه 10 دقائق 10 دقائق. فهذه البارتي الاولى. البارتي الثانيه غنهضروا على سيلول بروكاريوت وسيلول اوكاريوت، وغنزيدو نكملوا الى اخره. دونك كنتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم. راه اي حاجه ما فهمتوهاش بالعربيه خلوها لي في كومونتير، انا غادي نجاوبكم عليها، لانني يعني كنشرح اون جينيرال، يعني الا بقيت تعمق في كلمه في كلمه غادي نتعطلوا شويه بزاف. دونك الادوار ديال لا سيلول راهم باينين. دونك كنتمنى لكم التوفيق الدراري، وكنتمنى نكون كنفيدكم بشي حاجه، لان هادشي اللي غتلقاو في البوليكوب في اي فاكولتي في المقريشي فراه هادشي اللي كاين. دونك الله يعاونكم، وما تنساوش تشتركوا معنا في القناه وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم باش كلشي يستافد، وبون كوراج.